فخورين ان رفيق محمد بن عبد الله تم عليه الاجماع نظرا لما ابناها من نجاح منذ قيادته لهذا الحزب كما السلف ديالو. رفيق ابان عن حكمته سواء في مواقفه في القياده ديالو الديوان السياسي في التصريحات ديالو في جراته يعني وحتى في القرب ديالو لان احنا كمناضلين وحنا كمنتخبين كنفتخروا اننا احنا كنتميو هذا الحزب وكيكون القائد ديالنا نبي محمد نبي بن عبد الله لاننا كنلمسوا اننا احنا داخل اسره اكثر من احنا اننا داخل حزب وحنا كنفتخروا وكنتمنوا ان شاء الله ان هذا يكون نفس جديد وهذه الولايه اللي هي 4 سنين اللي جايه من القدام تعطي نفس جديد كما قلت وتفتح ابواب جديده للمشهد السياسي اللي محتاجه المغرب ديالنا اليوم. ما يميزه حتى ان هذا الولايه الرابعه منحت اليه. اول حاجه انه رفيق عليه الاجماع لان كنفتخروا ان في جميع المحطات اننا قلنا عندنا امين عام من طينه محمد بن عبد الله. ثانيا كما قلت لك رفيق ما كتحسش انك معاه في حزب سياسي ولا في تنظيم وانما كتحس في اسره. رفيق قريب من الرفاق والمنخرطين من صغيرهم لكبيرهم، كيعرفنا جميع، كيتواصل معنا جميع، كيدعمنا جميع. رفيق ماشي دوك الرفاق اللي كيكونوا جالسين ولا دوك المسؤولين اللي كيكونوا جالسين في الكرسي العاجي كما كنقولوا بعيدين كل البعد عن المحطات المحليه والاقليميه. هو داخل معنا في كل شيء، كيعرف الصغيره والكبيره وكيوقف على الصغيره والكبيره. وحنا محتاجين كفاءه، والمواطن الوطن براسه ماشي غير الحزب محتاج كفاءتنا بين محمد نبيل بن عبد الله. مؤتمر انتخب قياده جديده في اللجنه المركزيه فيها مكونه بالاساس من الشباب، لان المستقبل هو اللي اساسي. ان اجماع المؤتمرين طلبوا من الرفيق نبيل بن عبد الله باش يزيد ولايه اخرى، وهذا كيدل اولا على الثقه ديال الرفاق في القياده الحاليه اللي كيجسدها هو، وايضا مساله اللي كتجسد التلاحم ديال الحزب، الوحده الفكريه ديال الحزب، وان الحزب لا خوف عليه. نعم، افسرنا لماذا كاين هذا التوافق حول السي نبيل بن عبد الله؟ لا، هذا التوافق علاش غنغير واحد القائد اللي ناجح؟ ما كاين حتى شي مبرر، خصوصا وان بالنسبه لينا حنا ان القياده هي قياده جماعيه. الان الرفيق نبيل بن عبد الله كيحمل صوت الحزب في المجتمع، اظن كيحملو طبقا لتوجهات الحزب، طبقا لمبادئه ومرجعيته، وبالتالي بقي عنده القدرات باش يضيف، علاش لا؟ وكيف قادة اخرين، راه ما كاينش عا هو، كاين قادة اخرين اللي يمكن غيستمروا في النضال بجانبه، بالاضافه الى شباب اللي غيلتحقوا بالهياكل القياديه ديال الحزب. وبالتالي الان حنا ما شناش الضروره انه يكون تغيير، لانه على مستوى الشخص، ولكن القياده ستبقى دائما قياده جماعيه، لان عندنا اليات داخليه اللي كتضمن العمل الجماعي. بالتالي ما شفنا حتى شي مبرر، واظن ان كالعاده الرفيق نبيل غيكون في المستوى يدافع على التوجه ديال الحزب بمعيه الرفاق القياديين الاخرين. 11e كونغري سي دابور ان كونتوني بوليتيك. Il y a eu l'adoption à l'unanimité d'un document politique, l'alternative démocratique et progressiste, qui précise un peu toutes nos analyses par rapport à la situation actuelle et nos propositions. Et c'était un contenu fort qui traite un certain nombre de problématiques actuelles, tout en restant tout à fait fidèle à notre orientation stratégique, à notre identité. Et la réaffirmation de tout ça, c'était quelque chose d'important pendant la séance d'ouverture, avec la présence de tous les représentants des partis nationaux, des syndicats, du mouvement associatif, culturel, etc. Nous sommes tous pour le renouvellement, pour de nouveaux visages. Et le parti se renouvelle. Il y a certes de nouveaux visages. L'affaire du secrétariat général, c'est quelque chose d'important qui ne peut pas s'improviser, qui doit se préparer dans la durée. Aujourd'hui, les conditions font que Nabil Bladla apparaît comme la personne, disons, la plus indiquée pour continuer ce travail, disons, de rassemblement, sachant que nous avons la responsabilité pour le prochain congrès de préparer une direction et un nouveau secrétariat général.